أنا مش اختصاصي في قانون جنائي، مثلا الناس والله اللي عندهم كفاءة اليوم في الحضور ديالنا متدخلين، ولكن بغيت نعطي غير بعض الرأي ديالي الشخصي على ما شفتو، على ما شفتو في ممارستي كمحامي في المغرب. أنا وغتسمحوا لي أولا بغيت نقول لكم إنه راه كاين واحد لا 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 إلا كنت كننتقد شوية بزاف، كاين واحد المثل الفرنسي كيقول لك يان بيان شاتي بيان، ملي كتبغي شي حاجة بزاف عاد كتقول لها الحقيقة ماشي كتنافقها. دونك أنا كنشوف الجانب الإيجابي في المغرب والجانب السلبي. أولا في نظري وفي ممارستي الدولية كنشوف مثلا بأنه في البحث التمهيدي عندنا مشكل في الحراسة النظرية. بيان سور قانون 22-1 دخل شي بعض التعديلات اللي هي كتحسن شويه الوضعيه، ولكن في النظر ديالي بالنسبه للمعايير الدوليه راه حنا بعاد من 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 دوله الحق والقانون. لا يعقل انه مثلا المحامي ما يشوف الكليان ديالو حتى من بعد 48 ساعه حتى فات اللي فات، ولا ياخذ الضابطه القضائيه تاخذ الاذن الشفوي عند النيابه العامه. دونك شي حوايج بحال هادو اللي مازال خصهم يتحسنوا. الظروف الماديه ديال الحراسه النظريه مثلا، الظروف الماديه كان عندي مؤخرا واحد القضيه فيها شي اجانب امريكيين اللي ما كانش ما توفرش لهم مترجم، ومنين دينا المترجم ديالنا للضابطه القضائيه قالوا لنا يا استاذ راه بلا ما تجيبوا المترجم راه كاين واحد الموظف ديال الامن كيهضر شويه الانجليزيه. اكرس من هذا يعني احنا في ديك المدينه المعينه ملي رجعنا عند الوكيل المالي بنقول له راه ما عطاوش الامريكيين المترجمين، كان الاستاذ راه ما كندخلش في هادشي، وهادو بين قوسين كانوا امريكيين ماكو كانوا من المالي ما عرفتش اش غنديروا لهم. الدكتور في الماديات تكلمنا عليهم، الواحد خصو يشوف الديتاي، مرات الديتاي راه مهمين بزاف، المكانات ديال التقديم، الظروف الماديه، الأجرة ديال الموظفين، وزيد وزيد وزيد. ثاني مثال اللي بغيت نعطيه في التدخل ديالي البسيط هو قضية التحقيق. قضية التحقيق أنا كيخلعني بزاف. في فرنسا كانوا أولا في فرنسا كيعيطوا لهم ليزام لو بو بويسون دو فرانس، أقوى شخص في فرنسا. ثانيا كانت واحد المناقشة في فرنسا من طرف رئيس ساركوزي اللي كان بداها قال بغي يحيدهم. هذا كان نقاش واش نحيدهم واش نخليهم، ولكن علاش كان داك المناقشة؟ حيت ما يمكنش شخص واحد ياخذ دوك القرارات ديال ديك الأهمية اللي عندهم، ماشي ديال الاعتقاد ديال دونك الواحد خاصو يخمم في التحليل ديال المؤسسة، وهذه نقطة أساسية في القانون الاستراتيجية. قد التحقيق عنده بزاف ديال الصلاحيات، ما يمكنش شخص واحد يصيفط شخص 10 شهور في الحبس بدون دليل، ومن بعد يقول له الله يعاونك بلا ما يقول له سمح لي كاع. كان عندنا واحد القضية مهمة في المكتب، كان واحد مجموعة ديال الناس معتقلين، وربع شهور من بعد 4 شهور ديال الاعتقال سول قاضي التحقيق قال أستاذ واش لقيتو شي حاجة بيني وبينك دابا؟ قال لي لا والو اطلقهم. علاش ما اطلقهمش؟ علاش عندنا هاد القانون كينص بانه الاعتقال الاحتياطي راه خصو يكون هو الاستثناء، وهنا حنا عندنا لا نورم لا ريغل. ما كان غير صرف ملي كتشوفوا الاحصاءات كتشوفوا 50% ديال الناس اللي في السجون في انتظار ديال الحكم ديالهم سي با نورمال. ودايوغ على نرجع لمسألة العقلية، إلا لاحظتوا معايا مثلا فرنسا بدلت المصطلحات بعد بزاف المرات. كما كنقولوا في فرنسا شحال هادي لاكوزي المتهم بدلوها شي جوج ثلاث مرات، دازوا لو بريفوني، دازوا دابا لو ميز ان اكزامان، حيت حتى الطريقه باش كتعيط وداك كتوصف داك السيد وديك السيده راه عندها اهميه. دونك مثلا مدعي عليه ولا طبعا الواحد ما يقدر يقول ما كل بلاد عندها خصوصية.
الخصوصيه ديالها، ما غاديوش نطبقوا القوانين ديال السويد في المغرب وهذا، ولكن ده بزاف ديال الدول بيناتها كيقول لك الفرنسيه فوق بها باطلها، الا عنده شي نظام خدام مزيان نقدر ناخذوا منه شي بعض الاشياء اللي تقدر تنفعنا. انا مثلا عارف بانه فرنسا حاضيه وكتتبع اش واقع في القانون الجنائي الامريكي. مثلا فرنسا مؤخرا يلا دخلوا في 2004 اظن ولا 2005 لا ترانزاكسيون بينال، المفاوضه بعقد مبرم ما بين النيابه العامه والدفاع، عقد كيسميو ولا مشيو لا المحاكمه والو، كيوقع عليها القاضي وكنتفقوا على شي عقوبه خفيفه اذا كان اعتراف وشروط اخرى. امريكا مثلا عندها هذا ترانزاكسيون بينال في جميع بري باينينغ في جميع القضايا كيفما كانت الاهميه ديالها في الجنايات. فرنسا دخلتها غير واحد الجرائم هي صغيره، يعني ممكن هذه فكره تنطبق في المغرب. واخيرا قبل ما نخليو المتدخلين يدخلوا، بغيت غير نعطيكم واحد جوج ولا ثلاثه النقاط اللي كيبانوا لي مهمين بزاف في القانون المسطره الجنائيه الامريكيه، اللي قلنا بان اوروبا براسها حتى كتنظر لها كتشوفها، وحنا 20 عام من بعد فرنسا مثلا كتنقل امريكا، حنا غنجيو نقلوا فرنسا اللي هي نقلت في امريكا. كنقولوا بان البروسي اكوزاتوار با انكيزيتوار، سادير كو كاين القاضي وهو غير بحال اربيتر تقريبا، ما كيدير والو القاضي، وكيخلي الدفاع على نفس المستوى، وكنأكد على هذه على نفس المستوى مع المتابعه. ودائما اذا لاحظتوا هذا الصباح ملي كنت كنوجد شويه المداخله ديالي كنت كنفكر في النظام المغربي والفرنسي كذلك، كنلقى وكيل الملك الفوق جالس الفوق حدا القاضي. إذا لاحظتوا في أمريكا الدفاع والوكيل مقابلين مع القاضي، حيت عندهم نفس باش كيبقى القاضي متحيد وما كيجي لا من جهة لا من جهة لا من هذا ولا من هذا. في أمريكا الاعتقال استثنائي بحال شي حاجة اللي ما خصناش ندوزو ليها حتى إذا ما كاين حتى شي إمكانية. لا غير نيميرو أن هي الكفالة، حتى في القتل كفالة مليار إذا بغيتي تخرج من الحبس. دونك ما الحرية شي حاجة مقدسة في أمريكا، حرية مقدسة، ما غنسيطوش الناس من الحبس، غنلقاو وسائل أخرى. الباص الإلكترونيك مثلا، عرفتني في النظام الأمريكي كتلقى واحد القوة عند الدفاع اللي ما كاينه ما كتوفر حتى في بلاد. المحامي الدفاع في امريكا عنده نفس الصلاحيات اللي عندها النيابه العامه، اللي يقدر يستدعي الناس مباشره، استدعاء المحامي يقدر ياخذ التصريحات ديالهم بزمنهم، يقدر يدير التحليات ديالو. محامي كضابط شرطه قضائيه يمشي ويدير. علاش؟ عاوتاني هذه الفكره ديال التوازن، خصو المبدا ديغاليتي، النيابه العامه كدير شغلها، المحامي كيدير شغلو، ما كيكونش واحد تحت من الاخر. اخر حاجه اللي استعجبت ليها فاش كنت مقيم وكنمارس تما هي في مجال المساعده القضائيه. كل بلاد عندها النظام ديالها، مثلا في فرنسا عندنا المساعده القضائيه بحال في المغرب، الفرق هو المحامون كيتخلصوا، هنا مازال ما كيتخلصوا، غير من بعد ممكن كيتخلصوا. امريكا عندها واحد السيستم اخر، عاوتاني هذه الفكره ديال التوازن وديال المساواه ما بين الدفاع والمتابعه، ان اصلاح موظفين ديال الدفاع في المحكمه. المحكمه عند القضاة المكاتب ديالهم، النيابه العامه المكاتب ديالهم، والمكتب ديال المحامون ديال المساعده القضائيه، اللي هما موظفين صالاريي عندهم نفس الاجره، دونك ما كاينش اشكال. الدريه كيدوز في المحكمه، الا ما كاينش في الجلسه، الا ما كاينش محامي، عندنا كيف ما هي موجد. وهذو غير النقاط ديال
لا تشكيل، وكنتمناو الاصلاح مع هذا اللجنه هي نزيد شويه قدام، حيت بحال في الاول بالنسبه ليا راه حنا بعاد 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 مازال بعاد، كاين كتطور انا كتطور، لكن مازال بعاد من واحد النظام اللي نقدروا نقولوا بانه هو مطابق لدوله الحق والقانون. وشكرا.